كما كان متوقعا لم تكن المواجهة سهلة على ملعب حمد الكبير في الدوحة، فالمنتخب العراقي وضع نصب أعينه الفوز، حاله حال خصمه الصيني. المباراة بدأت بحذر كبير استمر حتى الدقيقة 17 حين هدد جاولين مرمى الحارس العراقي محمد قاظم. فرص كتيبة المدرب كاماتشو استمرت وأثمرت هدفا ألغي بداعي التسلل في الدقيقة 28. بعدها تحركت كتيبة زيكو نحو الأمام فانفرد يونس محمود، لكن الحارس يانغزي أنقذ الموقف ليضيع بعد ذلك علاء عبد الزهرة فرصة أخرى للتهديف منهيا الشوط الأول. وبعد الاستراحة دخل الفريقان بقوة، وكانت أولى الفرص عراقية رد عليها الصينيون بتسديدة خطيرة كان لها قاظم بالمرصاد. الهجمات الصينية استمرت، لكن براعة الحارس العراقي والقائم أبقيا شباكة نظيفة. في الجهة المقابلة كان يونس محمود يرعب الدفاع الصيني، ما دفع زهانغ لينبينغ إلى ارتكاب خطأ نال على إثره البطاقة الحمراء في الدقيقة 85. بعد ذلك فرض نشأة أكرم وزملائه السيطرة على الدقائق المتبقية سعيا للفوز الذي حال دونه القائم الأيمن. واستمرت المحاولات حتى الوقت بدل الضائع حين أكد القناص يونس محمود تخصصه في هز الشباك الصينية بعد تمريرة من نشأة أكرم وتسديدة لا تصد أهدت أسود الرافدين 3 نقاط كانت على وشك الضياع. أهم شيء أنه 3 نقاط يعني، وأهم شيء أنه الفريق ظهر بمستوى. كانت عندنا بعض الأخطاء في الشوط الأول حتى في الشوط الثاني ما أخفي لك، إحنا نلعب ضد فريق ما يملك خيار بس الفوز، وإحنا كان عندنا خيار أنه ممكن إذا تتعادل أو ممكن الأفضل أنه تفوز، خصوصا أنه إحنا نلعب في أرضنا وبين جماهيرنا، جماهير العراقية والجاليات العربية اللي كانت حاضرة اليوم. يعني تعرف أنت بعد الطرد الضربة من الخلف، تعرف واحد ما يندل ونضرب من الخلف أذتني رجلي، لكن الحمد لله يعني توفيق رب العالمين والحمد لله سجلنا هدف، وأعتقد الهدف ينحسب لجميع اللاعبين مو بس فقط يونس محمود. فوز حسم تأهل المنتخب العراقي برصيد 9 نقاط قبل جولتين من نهاية منافسات المجموعة، فهو يبتعد ب6 نقاط عن نظيره الصيني ومتفوق عليه بفارق المواجهات المباشرة.